الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق، والتعليق على ما يحدث في الوسط الرياضي من جانب إعلام نادي الزمالك ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والإعلاميين اللي بيظهروا وبيبثوا الاحتقان وروح التعصب. المهم علاء صادق هاجم من خلال صفحته مرتضى منصور وإعلام نادي الزمالك، من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، في تدوينة له وأرفق ليها صورة يعني بتعبر عن الحالة اللي مرتضى منصور وإعلام نادي الزمالك وصلوا ليها بعض صفحات، وبينقلوا حاجات غريبة لجماهير نادي الزمالك، روح تعصب، روح غضب، روح احتقان، زي ما هنشوف دلوقتي. قال علاء صادق في عز هجوم مرتضى منصور فستق خالد الغندور إعلام وجمهور الزمالك على حكمهم الملاكي الحنفي، يعني في وقت ما كان مرتضى منصور بيهاجم هو وخالد الغندور والبرنامج اللي يتوقف، ودلوقتي البرنامج اللي موجود على الرافدين وجمهور نادي الزمالك بناء على كلام مرتضى منصور وكلام خالد الغندور وكلام أحمد جمال والنقاد اللي بيستضيفوهم، إذا كانوا دول أساسا يطلق عليهم نقاد، يعني قال لك إيه على حكمهم الملاكي اللي كان أهدى نادي الزمالك فوز غير مستحق في ماتشات كتيرة. قال لك موقع المختلط نشر بوست قمة السفالة والغل قبل ساعات من مباراة النادي الأهلي، واختاروا صورة تكشف حجم سفالة الحنفي في مجاملته للزمالك ليهزم الأهلي، أوباما يكسر سعد سمير من الخلف طرد لا محالة، والحنفي اكتفى بإنذار أوباما. ده كان تعليق علاء صادق المهذب عن الصفحة دي، يعني علاء صادق بيتكلم الإعلام وصلنا لفين. تعالوا شوفوا بقى اللي مكتوب في صفحة اللي هو علاء صادق بيقول عليه. أنا حقيقة حاولت أدخل وأبحث وأشوف التدوينة دي على الصفحة ما لقيتهاش، ممكن تكون اتحطت وبعد كده اتشالت لأنها صورة سافلة، واللي كاتبها سافل لا ينتمي للرياضة ولا يفقه أي شيء عن الروح الرياضية. كاتب وعلق نعم للتعصب، زي ما هون شايفين الصورة، نشر الصورة وحاطط صورة سعد سمير وأوباما داخل عليه ليكسر سعد سمير، كاتب نعم للتعصب لا للروح الرياضية، اسقطوا منهم الدماء اجعلوها حرب، ادفنوهم في برج العرب. دي رياضة؟ دي سفالة وقلة أدب. يعني اللي كاتب البوست ده إنسان سافل قليل الأدب، مع احترامي ليكم مش متربي. أي واحد سواء أهلاوي أو زملكاوي يحرض بالطريقة أو يتكلم بالصيغة دي، يعني إيه لا للروح لا يعني إيه نعم للتعصب؟ بتدعو للتعصب لا للروح الرياضية؟ اسقطوا منهم الدماء، هي حرب يا ابني، اجعلوها حرب، قولوا اجعلوها حرب، ادفنوهم في برج العرب. يتكلم لعيبه نادي الزمالك على لعيبه نادي الاهلي، اني منطق؟ هي دي الرياضه اللي انتوا عايزينها؟ ما يا اخي ملعون ابو الرياضه بالشكل ده يا اخي. الرياضه يمنعوا كره القدم خالص، يوقفوا الدوري، يوقفوا، مش عايزين نشوف كره القدم. ده من انتوا من الناس بتتفرج؟ انت يا اخي انت لو بتلعب اسرائيل مش هتتكلم عليهم بالطريقه دي يا اخي. ده النادي الاهلي نادي مصري، ده كوره في الاول والاخر، له جنس، له جنسية وانتماء، يعني هو أهلاوي، له جنسية مختلفة، له إسرائيلي وله من دولة تانية معادية لينيا، ولا مصر في الأول وفي الآخر والماتش انتهى. إيه بقى نعم للتعصب لا للروح الرياضية، اسقطوا منهم الدماء يجعلوها حرب، يدفنوهم في برج. أنا بوجه كلامي تاني، لو كان البص ده فعلا حقيقي وموجود اللي كتبه سافل قليل الأدب مش متربي، والمفروض الناس ما تسكتش على الصفحات اللي بالشكل ده اللي بتبث الفتنه والتعصب وقله الادب والمسخره. ده كان تعليق علاء صادق على، وبعدين برضه في حاجه، ايه اللي وصل الناس تتكلم بالطريقه دي بالجراه دي او تعبر عن سفالتها بالطريقه دي؟ ايه اللي وصل الناس انها تتكلم بالطريقه والتعصب وتبث الكره اللي جواها بالطريقه دي؟ ما هم شايفين في ناس معينه وناس مسؤولين معينين بيطلعوا بيشتموا ده ويقولوا ده ويتكلموا عن اهل بيت ده وزوجات ده وخدوا في عرض ده وفي شرف ده ومشي مع دي وراح قابل دي وراح. وضع طبيعي زي المثل اللي بيقول لك اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقصوا، فمستنيين ايه؟ ولسه ياما هنشوف لو فضلنا على هذا النهج باستمرار، يعني وما فيش ناس القانون عارف يرضعهم ولا يحط لهم حد. اما بالنسبه لحكم مباراه النادي الاهلي والزمالك فعلى علاء صادق في تدوينه له اتكلم على ان لسه ما عرفناش مين اللي لحد النهارده، كان عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام
مداخلة هاتفية امبارح مع شوبير على قناة أون، واتكلم عصام عبد الفتاح قال لك لسه ما حددناش، وقال على النهارده ان هو ممكن يعلن عن اسم الحكم، على الحكم اللي هيدير مباراة النادي الأهلي والزمالك. ولما شوبير سأله هل هو حكم من حكام الصفوة، اتلجلج شوية عصام عبد الفتاح كده وقال لك ايه، هو يعني هو احسن حكم، ممكن يكون احسن حكم في بلاده، خدنا كام اسم كده واحنا هنفاضل ما بين مش عارف احسن حكم في بلاده. طب ما احنا ممكن نجيب في بلاد ملهاش في كرة القدم خالص يا كابتن عصام عبد الفتاح، ممكن نجيب فيها احسن حكم في البلاد دي، يعني بلاد ممكن بتلعب كرة شراب ما بتلعبش كورة، او على قدهم في كرة القدم، الحكام بتوعهم على قدهم، وبرضه هيكون في بلده احسن حكم يعني. انما احنا بنتكلم عن الحكام التوب فايف زي ما بيقولوا، يعني افضل 5 تصنيفات، يعني مثلا حكم ايطالي، حكم انجليزي، حكم الماني، حكم فين يعني، في حكم هيجي؟ لا طبعا. فشكله الكلام اللي بيقوله عصام عبد الفتاح ده ما فيش حكم جيد يعني. فعلق علاء صادق قال لك ايه، اعتذار اورماتوف وسكومينا وتاجيل اعلان الحكم الاجنبي امور تقلقني من اتحاد ساقط وفاسد، إذا أحضروا حكما نكرة سيكون الأمر تلاعبا بكل المقاييس، مثل الحكم الهنجري المرتشي لنهائي الكأس 2016، إدارة الأهلي أهدأ مما يجب، لا تطمئن لذئاب ذروت. ده كان تعليق علاء صادق وبيتكلم عن تخوفه من اللي هيحصل من الحكم. يعني علاء صادق هنا مش ما عندوش يقين أو ما عندوش ثقة في الاتحاد هاني بوريدا ولا ثروت سويلم، ولا خايف من الحكم. وبرضه احنا بنقول ايه، اللي هنشوف اداء اللعيبه بعد كده نتكلم، بلاش نتكلم من قبلها ونحط شكوك ونشك في كل حاجه ونظريه المؤامره زي المنافس ما بيتكلم. لا، خلينا نتفرج على المباراه ونشوف اداء الحكم وبعد كده نتكلم، هنقيم الحكم. وممكن يكون برضه في حكم اسم نمبر 1 في مكانه ويبقى عنده سوء حظ او سوء توفيق في المباراه اللي بيديرها، يعني ما يكونش حكم على قد المستوى. فخلينا نتفرج على المباراة ونشوف أداء التحكيم وأداء لاعبتنا، هل أداء لاعبتنا جيد والمشكلة في الأداء التحكيم، ولا ممكن برضه أداء لاعبتنا ممكن ما يكونش جيد ونرمي المشكلة؟ لا، هنشوف أداء لاعبتنا ونشوف أداء الحكم أثناء المباراة وبعد كده نقيم الحكم بعدها، مش هنرهب حكام زي ما بعض المنافسين بيعملوا. أما بالنسبة للنادي الأهلي، فالنادي الأهلي وضع القائمة وحدد الأسماء اللاعبة اللي من الممكن أنهم يخوضوا مباراة نادي الزمالك المقبلة يوم السبت المقبل 30 مارس. والنادي الاهلي حدد في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وفي خط الدفاع محمد هاني، سعد سمير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمود وحيد، ايمن اشرف، باسم علي، وفي خط الوسط حسام عاشور، احمد فتحي، صالح جمعه، بيرجع تاني صالح جمعه لقائمه النادي الاهلي بعد فتره غياب، ناصر ماهر، حسين الشحات، محمد شريف، رمضان صبحي، جيرالدو، عمرو السولية. عمرو السولية بعد مباراة المنتخب الأخيرة في نيجيريا والكلام عن إصابته وإنه كان عنده رشح في الركبة، فأطباء النادي الأهلي النهاردة قالوا إنه حالته اتحسنت وممكن يشارك في مباراة نادي الأهلي ونادي الزمالك المقبلة. في خط الهجوم جونيور أجاييه، وصلاح محسن، وليد أزارو، ومروان محسن. وغاب عن القائمة طبعا وليد سليمان بسبب إصابته، لسه ما حصلوش استشفاء كامل، وهشام محمد للإصابة، غريبين يعني. من أشهر وليد سليمان من أشهر الناس يعني اللي كان جماهير النادي الأهلي بتتمنى إن الحاوي يكون مشارك مباراة النادي الأهلي والزمالك المقبلة. أما بالنسبة لمباراة النادي الأهلي وسيد برج العرب والجماهير اللي كانت هتحضر، كلنا شفنا وكلنا سمعنا مرتضى منصور هدد إنه مش هيلعب المباراة إذا كان عدد الجماهير زي ما كان اتحاد الكرة أعلن في السابق 15 فرد من هنا و15 فرد من الجانب الآخر. وقال مرتضى منصور أنا مش هروح، خليهم هم يروحوا يلعبوا، ولسه لما نشوف. كلمت وزير الداخليه وكلمت مش عارف ايه. النهارده عامر حسين رئيس لجنه المسابقات قال لك واعلن ان العدد المسموح به هم 30 فرد فقط، والموضوع مش هيزيد عن 30 فرد. بعد الاجتماع اللي عمله والجلسات مع الامنيه والكلام ده كله، حددوا وابقوا على الكلام اللي اعلنوه في السابق 15 فرد من هنا و15 فرد من هنا، وهيخشوا من بوابه معينه وهيخشوا حسب الاسماء اللي موجوده. الموضوع منتهي، هنشوف مرتضى منصور هل فعلا هيقول لهم روحوا العبوا، مش هيروح نادي الزمالك مش هيروح الملعب. مرتضى منصور كان بيطالب يقول لك 500 من هنا 500 من هنا او 1000 من هنا او 1000 من هنا، لكن كلام مرتضى منصور طلع كله بخ، وهنشوف رد فعل مرتضى منصور على عدد حضور في مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، الى جانب طبعا في 100 صحفي و50 مصور بجانب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي
ونادي الزمالك. ده كان ملخص موضوعنا وكلامنا النهاردة عن مباراة القمة والشكوك والتعصب والفتنة والحاجات اللي بتحصل والحاجات المقرفة اللي بقينا بنشوفها في من بعض الناس ومن بعض الجماهير في الوسط الرياضي. نتمنى أن يسود الهدوء ونتفرج على كرة جميلة في مباراة القمة النادي الأهلي قطبي الكرة المصرية. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.